السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد المشاركون خلال منتدى البحرين الصناعي لعام 2016 أنه بات من الضروريات الملحة اعتماد نهج سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما في دول الخليج، ليجعلها بمنأى عن التحولات والتقلبات في السوق العالمي للنفط والغاز على المدى الطويل. كما أكد المشاركون على ضرورة إيجاد فرص عمل لمواطنيها في القطاع الصناعي وتوفير المزيد من المعرفة لعملية الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط والغاز. وقد صرح رئيس أمناء مركز ميناء للاستثمار الدكتور زكريا هجرز أن انعقاد القمة الصناعية يأتي في ظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحتم على الجميع إعادة النظر في آلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك الدول بدأت تتجه، دول مجلس التعاون يمكن بشكل أوضح، إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها والتوجه إلى عدم الاعتماد على النفط، أو أنه ما يكون هو يعني مستقبلا الرؤية أنه لن يكون حتى لو أردنا هو المورد الرئيس ل يعني تمويل الخزانات العامة لدول مجلس التعاون، ولن يكون هو القاطرة والدافع الاقتصاد دول مجلس التعاون، ولا بد من تنشيط دور القطاع الخاص، تنشيط دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشد ومؤازرة أبناء دول مجلس التعاون، بناء دول مجلس التعاون من الرياديين، من يعني يريد أن يعمل لصالح نفسه، لديه فكرة. أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس بارتفاع وقدره 6.89 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,666,105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 239,004 دنانير بحرينية، تم تنفيذها من خلال 56 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية للأسهم.